يا صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. أما هلأ رح نبدأ بفقرتنا الطبية لنسلط الضوء ونحكي عن الذبحة الصدرية اللي بتصيب أعمار متفاوتة وشرائح مختلفة من الناس. لنحكي أكثر شو هي العوامل الخطر اللي ممكن تزيدها، شو هنون الشريحة الأكثر تأثرا. في كتير ناس ممكن يخلطوا بين ألم الصدر العادي وبين الذبحة الصدرية يا رشا. أكيد ليلى، اليوم عم نحكي عن حالة، خلينا نقول حالة مرضية هي تأتي ما قبل الجلطات وتأتي قبل النوبات القلبية. ومثل ما خبرنا ضيفنا لليوم أنه هي أعراضها متشابهة بين النساء والرجال، ولكن عم تكون شوي أقوى عند النساء. دائما حصة النساء هي الأكبر بكل شيء. خلينا نكون ضمن فقرتنا لنعرف أكثر من ضيفنا شو هي أهم عوامل الوقاية، طرق العلاج، وكيف نحن اليوم قادرين نحن نتبع حياة نظام بحياتنا. خلينا نكون بعيدين شوي عن الذبحة الصدرية، وأكيد اليوم العوامل النفسية حيكون لها دور كتير مهم ضمن فقرتنا لليوم. وضيفنا لليوم هو الدكتور نضال خوري، أخصائي في أمراض القلب. يسعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا فيك. صباح اهلا وسهلا. صباحك دكتور واهلا وسهلا. اهلا فيكم. يعني لها كثير من الاسباب والعوامل الذبحه الصدريه، لكن كمان في ناس بتخلط بين الم الصدر العادي والذبحه الصدريه. خلينا بدايه نعرف شو هي الذبحه الصدريه. الذبحه الصدريه حاله مرضيه بيشكي المريض منها من الام غالبا بالصدر، هي بس ممكن تمتد من الفك السفلي حتى السره. هاي الآلام لها علاقة بالجهد أو كل أشكال موازية للجهد، يعني الشدة النفسية، البرد، هدول بتحرضها وتزول بالراحة. يعني اليوم حكيم فينا نقول نحن بأي عارض مثل ما ذكرت حضرتك موجود بالصدر لأعلى الفك ممكن نحن نقول عنه ممكن يكون ذبحة صدرية، إذا كان في ثقافة عامة اللي المريض بيعرف حاله هو اليوم شو عم يشتكي. طيب خلينا نحكي عن الأعراض أكثر، نفسر أكثر. وحضرتك قلت لي إنه هي مشتركة ولكن ممكن تجي أقوى عند النساء. يعني اليوم كيف نحن قادرين أو الشخص اللي مصاب بالذبحة يعرف إنه هو معرض لهي النوبة حاليا؟ هلا كل شكاية تمتد من الفك السفلي للعنق للكتفين للإيدين لحد البطن، القسم العلوي من البطن، مرتبطة بالجهد، قد تكون ذبحة صدرية. شو يعني بالجهد دكتور؟ يعني المشي يعني الكتير علاقتها أنه تحرض بالجهد، بيمشي بيقوم بجهد شديد أو شيء بيشكي من هالشكاية. يعني الشكايات اللي متعلقة بالقيام بالجهد ممكن تشير لأنه هذا هي ذبحة صدرية. اللي هي الذبحة الصدرية عبارة عن نقص بالدم الوارد لعضلة القلب لتقوم بمهامها، إما نقص بالوارد أو تضيق أو زيادة بالطلب، حتى ممكن يكون زيادة بالطلب. فإله أشكال خناق الصدر، خناق الصدر ممكن يكون المستقر يلي أنه بيمشي المريض مثلا 200 متر بيصير عنده هالأعراض الألم الصدر. هذا المستقر، ممكن الغير مستقر حتى هو وقاعد يبلش الوجع عنده. وين الوجع الحكيم أكثر شيء ممكن يشعر فيه؟ غالبا هو بالصدر، في منتصف الصدر وليس بأيسر الصدر. يعني الأشعة هو الإيد والطرف الأيسر، بيحط بمنتصف الصدر للطرف العلوي الأيسر. تمام دكتور. إذا بدنا نحكي عن هذا المرض أو هذا الشيء الشائع، فينا نقول إنه هذا وراثي أو أمراض القلب كلها بشكل عام فينا نشخصها ونقول إنها هي وراثية؟ هالمرض بالذات الوراثي له دور كبير بإحداثه. طبعا بالإضافة للعوامل الخارجية الثانية، التدخين، نمط الحياة الغير صحي، نمط الحياة المكتبي اللي ما بيتحركوا، ما بيقوموا بالرياضة، ما بيقوموا بجهد، هدون معرضين أكثر. أكل الشحوم، طبيعة النظام الغذائي كمان هي إلى دور، بس العامل الوراثي قد يكون هو العامل الأكبر والأهم. فينا نقول السمنة الزائدة كمان إلى علاقة؟ طبعا السمنة من ضمن نمط غذاء ونمط حياتي. تمام. طيب دكتور شوي فصلنا بالأسباب، واليوم
يعني خلينا نقول النسبة الأكبر مهيئة لحدوث هي الذبحة الصدرية، إن كان باتباع نظام غذائي سيء، إن كان باتباع نظام حياتي غير صحي، خلينا نقول المدخنين الأراجيل هدول القصص. طيب اليوم خلينا نروح للناحية النفسية. أحيانا بتلاقي حدا بيقول لك أنا حدا نباتي، أنا حدا ما بدخن، أنا حدا متبع بنام بكير فيق بكير، يعني عم بمشي بنظام غذائي وصحي جيد، ولكن اليوم الشخص اللي عنده ضغوط نفسية هل هو عم يكون أكثر عرضة؟ هل يعني عم بيكون مساعد أكثر للذبحة الصدرية؟ طبعا الحالة النفسية، الشدات النفسية هي من ضمن الـ العوامل المؤهبة للحدوث وللتفاقم الحال. طيب دكتور، شو بيحس بنفس الأعراض اليوم؟ يعني نحن العرض واحد عنا، يعني كونه اليوم عم نحكي عن حالة نفسية، يعني أنه ممكن تأثر على الدماغ، ممكن تأثر على القلب. يعني طبعا الحالة النفسية لها تأثير على تقبض الأوعية وحتى الدماغ بيفرز مواد وفي هرمونات تفرز أثناء حالة الشدة. هرمونات الشدة، هاي هرمونات الشدة لها دور بتحريض نوبة خناق الصدر حتى تؤهب لحدوث ما بعد الخناق اللي هو الجلطات. دكتور، لما بدنا نحكي عن الشريحة الأكثر تأثراً أو الأكثر عرضة للذبحة الصدرية، خلينا نذكر أنه ممكن كلا الجنسين، أنه يكونوا الرجال والنساء هنن عرضة لهذا الشيء، أم في فئة أكثر من فئة؟ وشو الأسباب؟ لا، الرجال أكثر تعرضاً، خاصة ما قبل سن غياب الدورة الدورة الشهرية، لأنه هرمونات الأنثوية تعطي حماية للشرايين. بس حاليا نمط الحياة، التدخين، نقص الفعالية الفيزيائية والرياضة والأعمال المنزلية، يعني صارت أعمال منزلية كلها على الريموت كنترول، ما عاد في حركة، ما عاد في شيء كلها. بس فترة النساء، فترة النساء ما قبل سن اليأس أقل عرضة للخناق الصدر. طيب دكتور، حكينا بالأعراض والأسباب وإني جنس اليوم أكثر معرض للإصابة، خلينا نروح لطرق العلاج. وقت بيجي لعندك شاب أو صبي اليوم عندهم هاي القصة، خلينا نروح لطرق العلاج. هل اليوم عم يتم التعامل بالأدوية أبدية؟ خلينا نقول هل هو رح يستمر على الأدوية فترة طويلة أو لا لمدة قصيرة؟ حسب نوع الخناق. خناق يلي بيكون في إصابة ضمن الشريان، فهدون بدون علاج مدى الحياة بضبط عوامل. أول شيء بتوصيات تغيير نمط الحياة، هي أهم شيء، المميع وأدوية الخافضة للكوليسترول. طيب ذكرت حضرتك أنواع، يعني اليوم نحن بقدام أكثر من نوع للذبحة الصدرية، شو أخطر نوع حكي ممكن يتعرض له الإنسان؟ الذبحة الغير مستقرة. وقت بتكون الذبحة الغير مستقرة هي أول ظهور للذبحة الصدرية. خلال أول شهر ونص بلشت الأعراض يشكي، خلال أول شهر ونص، لأنه ممكن هي تروح باتجاه الاحتشاء. دكتور، وقت بدنا نحكي عن طرق العلاج أو طرق الوقاية، ذكرت من شوي حضرتك أنه نمط الحياة الغير صحي هو أحد الأسباب. أكيد في طرق، في علاجات، في أدوية عن طريق الطبيب، لكن نحن اليوم وقت بدنا نفوت بطرق للعلاج أو خلينا نقول الوقاية، نحن كيف ممكن نتبع نمط حياة صحي؟ هل في مثلا أكلات معينة، نمط غذاء معين ممكن نتبعه لحتى نتجنب هذا الشيء؟ الوقاية بتكون ياكل قد ما بيشتغل. حلوة يا حكيم. نمط الطعام، هذا الفاست فود والدهون المشبعة والدهون المشبعة هاي بتترسب بالشرايين وبتعمل تصلب وتضيقات، الابتعاد عنها، السكريات بكميات كبيرة. نمط هو غذاء البحر الأبيض المتوسط، هذا هو أكثر حماية للقلب من أغذية المناطق. قصدك دكتور الأكلات البحرية؟ البحرية
زيت الزيتون اوميجا 3 نحن اوميجا 3 طيب دكتور يعني ذكرت حضرتك هي شحوم غير مشبعة غير مشبعة يعني هي النصائح معروفة دائما دكتور الشيء يعني الصح مبين والغلط مبين ولكن دائما ضغوط الحياة ونمط الحياة اللي عايشينه عم يخلينا نبعد شوي عن الصح بسبب الضغط ذكرت حضرتك انه نحن اليوم عم نحكي عن ما قبل النوبات القلبية في حال ما تم المعالجة وفي حال ما تم اللجوء للطبيب بالوقت المناسب هذا الشخص لشو معرض اليوم؟ معرض لممكن تصير الاحتشاء العضلة القلبية اللي هي الجلطة الجلطات طبعا اضطرابات نظم القلب يعني تسرعات القلب اللي ممكن تؤدي لتوقف قلب ومهددة للحياة طبعا تمام دكتور لما حكينا عن السمنة الزائدة يعني هي أحد الأسباب ذكرت حضرتك من شوية اليوم الأشخاص اللي عندهم سمنة زائدة هنون يمكن أكثر عرضة لهذا الشيء ويمكن لأمراض القلب كمان كيف ممكن هذا الشخص أنه يحمي حاله يوقي حاله اليوم أو بينه وبين الطبيب بين نمط حياة صحي بين أنه تعليمات الطبيب لحتى أنه هو يتبع لها يحمي حاله من هذا الشيء أول شيء هذا الموضوع بده إرادة شديدة مو شغلة سهلة أنه مريض يحمي حاله لأنه متعة الطعام عندهم بتكون كثير عالية ونمط بعض الأطعمة الحلويات والدهون فبده المريض هو يكون صاحب إرادة تمام وياكل مثلا هاي أنه ياكل قد حاجته أو المصروف قد قد المدخول تمام ما لازم يكون اكثر هلا مثل ما ذكرنا يعني الوجبات الجاهزه كمان ما فينا بلاها اليوم المشكله هي القصه يعني ضغوط العمل والوقت المليان كله وصارت سهوله طبعا والبهارات اللي بيحطوها والخلطات يعني مشهيه ممكن تكون طيب دكتور هلا هي الحاله خلينا نقول عنها انه هي مميته هل ممكن يعني إذا كان تأثيرها أو إجت بنسبة كتير عالية أو شدة كتير عالية هل ممكن الإنسان يتعرض للموت بلحظتها؟ طبعا كل نوبة خناق صدر هي تهديد بالوفاة طيب اليوم في اختلاطات أحيانا بتكون الأعراض مشتركة بين الخناق الصدري أو الذبحة الصدرية نشعر بشيء نحن بنقول في وجع بصدرنا او في وجع بايدنا احيانا دائما في مرض العصر خلينا نقول هو الكولون العصبي هو احد اعراضه الوجع الصدر يعني بيضغط على الصدر اليوم نحن فينا نقدر نفرق بين الحالتين او لا العرض عم بيكون متشابه بكل الم صدري لازم ينعرف وين مصدره تختلط الاعراض كثير حتى مع الديسك خاصة هلأ بالنمط الحياة على القاعد ديسك الرقبي قاعد موبايل أو كمبيوتر ففي إجهاد على الرقبة كمان أعراض ديسكات الرقبة الكولونات القرحة الهضمية المرارة كلها من ضمن التشخيص التفريقي يعني يلي بيختلط تشخيصهم فلازم يكون في استشارة طبيب تمام كيف تكون الاستشارة دكتور؟ يعني على شو بتعتمدوا خلينا نقول عن التشخيص او الفحص السري للمريض ده يعتمد على شكل الالم الفحص السريري تخطيط القلب وفحوص متممه ممكن نلجا لاختبار جهد او قسطرة قلبية دكتور يعني الاشخاص اللي بينصابوا عندهم ارتفاع او اختلاطات بين ارتفاع او هبوط ضغط الدم او امراض القلب هنن فينا نقول انه هنن اكثر خطوره بهي الحاله طبعا هي عوامل خطوره لخناق الصدر او الذبحه الصدريه اللي عندهم هي عوامل خطوره طبعا اكثر اهبه لاحداثها وبالتالي خطوره الحياه عليهم عاليه طيب دكتور اليوم وقت عم نحكي عن الأعمار وعن الجنس اليوم ذكرت حضرتك أنه نحن الشخص معرض بعمر بيكون كبير يعني بيكون بالغ اليوم نحن بعيدين عن عمر الشباب نحن دائما نعرف أنه الجلطات ممكن خاصة بالآونة الأخيرة بلشت تصيب الشباب بشكل كتير كبير هل الذبحة الصدرية كمان متشابهة أنه لعمر الشباب أو لا؟ الذبحة الصدرية حالياً تراجع العمر يعني صار بأعمار أقل ممكن نشوفها طبعا بسبب نمط الحياة وعوامل الخطورة اللي غير مضبوطة خاصة سهولة الحصول على التدخين أحيانا المخدرات من أحد العوامل اللي
هو للأسف التدخين الأراجيل يعني صار منتشر بين إيدين الكل يعني بالفترة الأخيرة، حتى الأعمار الصغيرة فينا نقول. دكتور، هلأ نحن باعتبار بفصل الشتاء كتير أشخاص بيحكوا أنه الذبحة الصدرية، سألتك عنها قبل الهواء، أنه البرد إلى علاقة، ممكن يكون الشخص قاعد بمكان دافي يطلع على مكان بارد، هون ما رح يميز، بجوز يحس أنه هي نخزة برد. هون كيف ممكن يميز الأعراض بين الألم الصدري العادي بين أنه نخزة البرد بين الذبحة الصدرية؟ طبعا البرد عامل محرض، يعني هو عامل بحرض النوبة. هالألم صفاته ألم ضاغط على الصدر، مثل عم يطحن طحن، ممكن ينتشر للإيدين، ممكن شعور بنخزات، يعني هي مو نخزات، ألم ضاغط، وحتى بحس أنه مثل قبضة على الصدر أو بلاطة على صدره. طيب دكتور، بس خليني أسألك عن المميع. ممكن النصائح الطبية دائما بتقول أنه الشخص بعد عمر 30 أو 40 يروح لاستخدام الإسبرين حبة يوميا، هل هذا الشيء ممكن، خلينا نقول، من عوامل الوقاية للذبحة الصدرية أو ما له علاقة؟ أو حتى اليوم طبيا صح أي حدا يأخذ الإسبرين من دون استشارة طبية؟ حاليا صار في تأكيد على عدم أخذه إلا بوجود استطباب ووجود نقص تروية قلبية، لأنه ممكن المميع يكون له أثار جانبية أكثر سوء من الوقاية إذا ما كان في مرض قلبي. استشارة، نحن بحاجة اليوم لاستشارة طبية. دكتور، خلينا نحكي شوي عن بعض النصائح. مثل ما ذكرنا نمط الحياة صار مختلف أو تغيير بنمط الحياة. اليوم أنا وقت بدي أطلع من نمط حياة غير صحي لنمط حياة صحي، يمكن هي شوي القصة تكون كتير صعبة. خلينا نحكي هيك عن تفاصيل نصائح من حضرتك للأشخاص، وخصوصا الأشخاص الأكثر عرضة لهذا الشيء. الناس اللي عندهم قصة وراثية لازم يباشروا بالاستشارات الطبية باكرا، خاصة من العشرينات والثلاثينات، خاصة حسب يلي عندهم قصة ارتفاع شحوم عائلي أو سكري، فهدون لازم يباشروا بأعمار باكرة بالاستشارة لضبط عوامل الخطورة اللي هي ضبط الكوليسترول وضبط السكري. الحياة يلي فيها شوية رياضة، يعني يكفي انه مثلا يروح الصبح مشي نص ساعة، بعد الظهر كمان يمشي شوي كمان. نمط الأكل، تخفيف الدهون والسكريات، والمحافظة على الوزن، ما يكون في أوزان، الخضروات يمكن أفضل شيء، يعني والابتعاد عن التدخين وهال توابعه. ممكن دائما منقول الرياضة لكل الأمراض، دائما هي علاج لكل الأمراض، أي حالة مرضية دائما بينصحوا ممارسة الرياضة لحتى يكون الجسم سليم دائما. طبعا أكيد دكتور، دائما نمط الحياة الصح ممكن هيك يبعدنا عن قصص كتير بحياتنا. بس اليوم عم نحكي عن، خلينا نقول، حسب دراسات طبية مرض القلب هو من النسبة الأعلى بسبب الوفيات، واليوم نحن دائما بحاجة للوقاية، بحاجة دائما للاستشارات الطبية. اليوم طبيا دكتور، يعني خلينا نقول إنسان عادي ما عنده ولا أي شيء، مفروض كل قد يروح يعني يعمل تشيك أب على صحته؟ شخص ما عنده أي شكاية ونمط حياته منيح، من بعد 40 على الأقل يعمل جلسة تقييم، أموره منيحة بيصير بشكل دوري كل 5 سنين ممكن يشوف. حتى لو في عامل وراثي؟ في عامل وراثي، هدول لازم يكون استشارتهم أبكر وأكثر قرب للطبيب. دائما بيقولوا حسب كمان معلومات طبية أنه دائما الصيام أو الصيام المتقطع عم بيكون أيضا من عوامل الوقاية للأمراض القلب، هل طبيا صح هاي المعلومة دكتور؟ تصويم الجسم لساعات طويلة كرمال يحرق شحوم أكثر؟ تصويم هذا إذا فيه تنزيل وزن، بس مو يرجع يأكل
بحجم كبير، لانه هي العوده للطعام اخطر احيانا من الصيام. يعني خلينا نقول هيك بعناوين اليوم مبسطه لفقرتنا لليوم، دائما الوقاي من التدخين، من الاراجيل، التشيك اب على صحتنا خلال اذا حسينا باي عارض، واتباع خلينا نقول نظام صحي وغذائي صحيح. دكتور تمام، هي او هذا بيكون واحد سوا عليه، والباقي الوراثه وال أكيد. دكتور منت، شكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما بالصحة والسلامة لكل الناس وخاصة بأمراض القلب. شكرا حكيم. يعطيك العافية حكيم، شكرا لك.